السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن رياض ومدارس الوطن العربي. أعزائي الطلاب الحلوين، كيف حالكم اليوم؟ أنا اشتقت لكم كثيرا كثيرا. اليوم أنا وأنتم سوف نتعلم عن موضوع في عالم الرياضيات، وهو الأشكال الهندسية. ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم؟ الأشكال الهندسية. أحسنتم. والآن يا أول، نستقبل أول شكل سوف نتعرف عليه اليوم، وهو المربع. انظروا إلى المربع أصدقائي، هذا يسمى مربع. مربع، والمربع لديه 4 أضلاع و4 رؤوس، ولكن أضلاع المربع متساوية. كم ضلع المربع؟ رائعون، 4 أضلاع. وكم الرأس للمربع؟ أحسنتم، 4 رؤوس. انظروا معي يا أول إلى هذا الشكل. هذا الشكل مربع ولديه 4 أضلاع و4 رؤوس. حسنا، هذا الخط في عالم الرياضيات يسمى ضلع. ماذا يسمى؟ ضلع، ويعتبر الضلع الأول. وهذا الخط يسمى ضلع، ويعتبر الضلع الثاني. وهذا يسمى ضلع، ويعتبر الضلع الثالث. وهذا الضلع الرابع. إذن للمربع لديه 4 أضلاع. كم ضلع؟ 4 أضلاع. 4 أضلاع. أحسنتم. ولكن يا أول، من يقول لي ما هو الشيء الذي يربط الأضلاع كلها ببعضها؟ هيا فكروا. أحسنتم، الشيء الذي يربط الأضلاع ببعضها وهو الرأس. ولكن أين يوجد الرأس في هذا المربع؟ حسنا، هنا الرأس الأول، وهنا الرأس الثاني، وهنا الرأس الثالث، وهنا الرأس الرابع. فالمربع الجميل لديه 4 أضلاع و4 رؤوس. أحسنتم يا أول، مع السلامة يا مربع. هيا نستقبل صديقنا الرائع الجديد الذي نراه في أقراص الجبنة اللذيذة التي نحبها. ما هو؟ بالتأكيد المثلث. المثلث يا حلوين لديه 3 أضلاع و3 رؤوس. كم ضلع لديه يا أول؟ 3. أحسنتم. وكم رأس لديه؟ رائعون، 3 رؤوس. انظروا إلى الشكل الذي أمامنا، لديه الضلع الأول، الضلع الثاني، والضلع الثالث، فلديه 3 أضلاع. وكم رأس لديه؟ انظروا، الرأس الأول، الرأس الثاني، الرأس الثالث. كم رأس لديه يا أول؟ 3 رؤوس. هيا لنعد جميعا، الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث. وكم رأس؟ 1، وهنا الثاني، وهنا الثالث. إذن
المثلث. صديقنا الرائع لديه 3 أضلاع وثلاث رؤوس. هيا رددوا، 3 أضلاع وثلاث رؤوس. مع السلامة، مع السلامة يا مثلث. هيا نستقبل صديقنا الرائع، انظروا إنه المستطيل، يشبه كثيرا صديقنا المربع. المستطيل، يا حلوين يا طلابي، لديه 4 أضلاع وأربعة رؤوس كما هو في المربع، لكن ما يميز المستطيل عن المربع أن المربع أضلاعه متساوية، أما المستطيل أضلاعه ليست متساوية. هنا في المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين، انظروا، هذا الضلع يقابل هذا الضلع، إذن متساويين، هذا الضلع يقابل هذا الضلع، إذن متساويين، فكل ضلعين متقابلين متساويين. متساويين، حسنا، ولكن أين هي الرؤوس وكم الرأس؟ قلنا أن المستطيل لديه 4 رؤوس، الرأس الأول، الرأس الثاني، الرأس الثالث، الرأس الرابع. إذن المستطيل لديه 4 أضلاع وأربعة رؤوس، وكل ضلعين متقابلين، كل ضلعين متقابلين، هنا هذا الضلع يقابل هذا الضلع، إذن متساوي، وهذا الضلع يقابل هذا الضلع، إذن هو متساوي. شكرا لك يا مستطيل، مع السلامة، نراك لاحقا. والآن نستقبل صديقتنا الدائرة، انظروا يا حلوين إلى الدائرة، ما أجمل لونها، أهلا بك، انظروا إلى الصورة يا أول، ماذا نسمي هذا الشكل مرة أخرى؟ دائرة. رددوا معي، ماذا نسمي هذا الشكل؟ دائرة، دائرة، أحسنتم، الدائرة يا حلوين ليس لديها لا أضلاع ولا رؤوس، لا أضلاع ولا رؤوس، هيا رددوا معي، الدائرة ليست لديها لا أضلاع ولا رؤوس، لا أضلاع ولا رؤوس. رائعون، شكرا لك يا دائرة، مع السلامة.